وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة ومتميزة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم بسبوسة تركية باردة، مزيج بين مكونات كتعطيها هشاشة وخفة ومذاق رائع جدا، كتستحق أنكم تجربوها. لذا بقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة تحضير هذه البسبوسة. مكونات: 4 حبات بيض يكونوا بحارة الغرفة، مع 2 علبة من الياغورت الطبيعي بدون سكر، كل واحد فيه 110 غرام، نفسه غادي نعبروا به كأس ونصف ديال الزيت النباتية، كأس أو علبة ياغورت من الكوك أو جوز الهند، 2 أو 2 كأس ياغورت من السكر سنيدة، 2 علبة من الياغورت، يعني كنعبروا بهذا الكأس من السميد الناعم للحرشة أو البسبوسة، ممكن نحتاجوا أقل، وكأسين أو 2 علبة غير مملوءتين من الدقيق الأبيض، أو نديرو كأس وكأس إلا ربع، يعني 2 كيسان إلا ربع ديال الدقيق الأبيض، مع 1/2 كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر 4 غرام اللي غادي نحتاجو فقط، وكيس فانيلا أو سكر فانيلا 7.5 غرام، وغنسمو كذلك بقشور ليمون حامض إلا توفر طبعا. بالنسبه لطريقه التحضير، انا غادي ندير فيها الكريمه يعني كاضافه فقط، لان غنقدمها للضيوف، ما غاديش نقدمها عاديه. ممكن تخدموها عاديه وديروها اما في قوالب فرديه او في مول كبير، لكم الاختيار، او ديروا بحالي الكريمه اللي كنديروا بها عاده. البسبوسه غادي نوضع البيض في اناء، ثم السكر، 2 علبة ديال الياغورت، مبشور ديال الحامضه 1، وكيس الفانيلا. اما نستعملوا الطحانه، يعني الخلاط الكهربائي او الباتور اي طراب الكهربائي، ونطلعوه عادي كيف كنطلعوا الكيك تماما. غادي نستمر حتى كيبيض ليا الخليط. الا ما عندكمش هادو بجوج، يعني ممكن تستعملوا تطلعوا بيديكم، طبعا غياخد معكم شويه ديال الوقت. منين كيطلع الخليط وكيضاعف الحجم ديالو، غادي نضيفو 2.5 علبة من الزيت النباتيه، ونخلط بعد ما كنقص من السرعه ديال الطراب الكهربائي، ثم 2 علبة من الياغورت الطبيعي، ممكن ديرو اي ياغورت بغيتو، انا كنفضل الطبيعي في هاد الوصفه. نتوقف غير يمتزجو، نضيف 1/2 خميره مع الدقيق الابيض، ما تعمروش 2 كيسان، ثم غادي نخلط هاد المكونات، عاد نقسمها، يعني ما غنخلطوش الكوك والسميده كيف كتعرفوا كتشربوا. انا غنحتاج المره الاولى نطيب غير النصف، كيف قلت لكم الا بغيتوا تطيبوها عادي كامله فغتخلطوا الكل بالتدريج، يعني الدقيق ومن بعد السميده والكوك، اولا الكوك عاد السميده اللي بغيتوا. غنجيب جبانيات جوج يكونوا في نفس الحجم تقريبا، كنقسمهم عيني ميزانية غير باش المبتدئات ما تجيهمش كمية اكثر من كمية. تستعملوا جبانيات بحال هكايا باش تقادوا. صافي ها هما مقادين، الفران في هذه الاثناء كنشعلوه ونخليوه يسخن مزيان، كناخدو غير جزء واحد فقط، ونصف كمية ديال السميدة الرقيقة، ونصف كمية ديال الكوك، لذا من الأحسن قادو باش تجيكم مكونات هي هاديك. نتوما من الأحسن سبقوا الكوك باش تعرفوا شحال غادي تزيدوا ديال السميدة بالضبط، باش ما تجيكمش العجينة أو الخليط قاسح، خصو يكون مرخوف. صافي ضفت نصف الكميه، وغادي نضيف نصف ديال الكميه ديال جوز الهند كذلك، وغنكون نقبل موجده المول، اي مول عندكم بغيتو، دائري مستطيل او مربع اللي كان عندكم، زجاجي او عادي لكم الاختيار. صافي كنكون دهناه من قبل بالزبده ورشاه بالسميده باش مباشره كنصبوه في المول قبل ما تشرب الخليط. الا بغيتو طيبوها عاديه بلا كريمه فكتخلطوا جميع المكونات، كي كتستعملوا خميره حلويات كامله ما كديروش غير النصف، وكطيبوها عادي في الفران غير كطيب من التحت
ولكن دابا حنا ما غنطيبوهاش من التحت، غادي نقادوها في المول وندخلوها الفران مسخن، كنقصو عليه النار وتطيب من الفوق على نار مهيله حتى كتشد راسها. ملي كنقلبوها بيدينا وكنلقاوها شاده راسها كنخرجوها، كنكونو ديك الساعه وجدنا مباشره الكريمه، يعني ما خصهاش براسها تبرد. بالنسبه للكريمه فغادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب مع 3 ملاعق كبيره من النشا دقيق الذره، 3 ملاعق كبيره من السكر، علبتين من الجبن الطري، و3 قطع من الجبن المثلث. طريقه التحضير عاديه وسهله، هذه يعني غالبا الكريمه اللي كدار مع البسبوسه، وكتطيب 3 ملاعق تكون مملوءه جيدا من النشا، و3 ملاعق كبيرة مملوءة سكر والحليب نصف لتر يعني 2 كيسان ونصف ديال العنبة الكبير. غادي نضيفوه وغادي نخلطو الكل بحيث كندوبو النشا مع الحليب، عاد كنردوه على النار، النار تكون متوسطة ومع التحريك المستمر حتى كنحسو بالخليط سخن. مباشرة كنضيفو ليه قطع جبن المثلث، وما كنتوقفوش على التحريك حتى كنحسو به داب تماما. الا حسيتو به تقال في الذوبان ديالو حاولوا تبقاو تضغطوا عليه من في الجوانب باش يتفرق ويذوب بسرعه. ودائما كنقول لكم التحريك المستمر باش ما كيلصقش الخليط في قعر ديال الكسرونه وكيتحرق. صافي غادي نستمر حتى يذوب ويغلى ويتقال لينا الخليط ونطفيو عليه ونحيدوه من على النار. عاد نضيفو العلبتين من الجبن الطري. بالنسبه ما كنديروا لهاد العمليه حتى كنحسوا العمليه حتى كنحسوا بالبسبوسه ولا الكميه البسبوسه والجزء البسبوسه اللي عندنا في الفران راه صافي. غادي نخرجوه باش مباشره نوضعهم فوق منه الكريمه، ما خاصهاش تبرد لينا باش ما تقصحش وتجمع ويصعب نوزعوها من فوق البسبوسه. وغادي نحركو بسرعة حتى كينسجمو مع بعضهم. ممكن هاد الكريمة تنسموها باللي بغيتو على حساب الذوق ديالكم. كما كتلاحظو كنقلبوها هكايا كنحسو بها صافي شدات راسها، كنوضعو فوق منها الكريمة بهاد الشكل والفران مازال مشعول وكنحاولو نقادوها هاد الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد يعني مقاده باش ما تجينا متساويه ما يجيش شيها عامره وجهها لا. ونعاودوا نردوها للفرن من جديد، النار فوق منها تكون مهيله حتى كنحسوا بها شدات راسها من الفوق. ردوا البال ما نطيبوهاش من التحت حتى للمرحله الاخيره، هي من الفوق تشد راسها ونعاودوا نخرجوها من جديد باش نديروا لها الطبقه الاخيره. بالنسبه للسيرو اللي غنسقيو به الطبقه الفوقانيه فقط فغنحتاجو كاس الا ربع ديال السكر مع كاس الا ربع ديال الماء مع نصف عصير او عصير نصف حامضه، ونردو على النار 5 ديال الدقائق تقريبا حتى كيغلي مزيان. ملي كنشوفو الكريمه ديالنا شدات راسها مباشره كنضيفو ما تبقى من المكونات لداك الخليط اللي احتفظنا به على جنب، وما تضيفوش نتوما مره واحده حتى تاكدوا ان لقطاتكم العجينه خفيفه ماشي قاصحه. يعني بالنسبه للكوك او السميده ضيفوا غير كميه بكميه، ومن الاحسن نخليو السميده هي الاخرى حسب نوعيه السميده اللي عندكم. صافي مباشره كنوضعها فوق من الكريمه اللي شدت راسها، ومن جديد نحاولوا نقادوها وندخلوها للفرن اللي مازال شاعل، ودابا غتكون العافيه تحت منها. يعني بحال كنطيبو الكيك عادي اولا البسبوسه عاديه باش طيب لينا من التحت وتشد راسها مزيان، والعافيه دائما مهيله. ولا كان عندكم فران كيسخن مزيان ديروا شي لاطا ولا شي صفيحه من تحت من المول عاد دخلوها وردوا لها البال. الا بان لكم كتنفخ هذيك غير الخماره اكثر من الكيك يعني من الجزء الفوقاني تقبوها بشويه الفرشيطه، ولكن حتى تشوفوها تحمرت وطابت مزيان ما تقيسوها شويه مازال خضراء. وهي كنجبدوها مباشره
كنسقيوها بداك السيرو اللي احتفظنا به او اللي طيبناه وخليناه حتى برد، ونزينوها على حساب الرغبة. وطبعا حتى كتشرب هذه الكمية ديال السيرو مزيان. ندهنتها بمربى وغادي نرش عليها القليل من اللوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي مع كمية قليلة من الفوق ديال رقائق الفيوتين. ممكن طبعا تزينوا باللي بغيتو. وهذا شكلها النهائي بعد ما بردت تماما. ضروري نخليوها تبرد تماما ونخليوها في الثلاجه باش الكريمه تزيدش راسها، عاد نقطعوها ونقدموها. كتجي رائعه جدا، خفيفه وشيشه ومذاق جد مميز. كتستحق انكم تجربوها. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء، مع السلامه.